تتوافد القلوب والنفوس قبل الأبدان إلى كربلاء لتستذكر هذه الفاجعة الأليمة وما حدث في كربلاء في ذلك اليوم الذي حدثت فيه جرائم يندى لها جبين الإنسانية وخلفت حرارة في قلوب كل المؤمنين. حقيقة بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة في هذه الأيام إلا أننا نشاهد الملايين الناس يتوجهون إلى كربلاء ويقصدون الإمام الحسين عليه السلام. وفي كل عام لا تثني زوار الإمام الحسين أي تحديات، سواء كانت تحديات أمنية أو تحديات صحية في زمن كورونا أو تحديات الجو الحار أو غيره، لأن من يرتبط بقضية كربلاء تكون مفاهيمه مختلفة عن مفاهيم الناس الذين يبحثون عن الراحة ويبحثون عن الدعاء. لهذا فالجميع متعلق بكربلاء ويسعى لأن يسجل اسمه ضمن قائمة قدام الإمام الحسين عليه السلام. تشتهر الملاكات الفنية والهندسية والخدمية في العتبة العباسية المقدسة لتقديم أفضل الخدمات إلى الزائرين زائري الإمام الحسين عليه السلام. ومع ارتفاع درجات الحرارة كانت هنالك مبادرة من العتبة العباسية ومن الخيرين لتظليل طريق الركضة وطريق الزائرين للإمام الحسين عليه السلام، حيث تم تظليل أكثر من 34 ألف متر مربع ونشر رذاذات الماء والمراوح النفاثة التي تحاول أن تخفف من شدة الحرارة. ومستذكرين بهذه الحرارة حقيقة ما حدث في كربلاء ورمضاء كربلاء والعطش الذي حصل عليها.